وينضم إلينا الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، مستشار الاقتصاد الدولي. أهلا بحضرتك معنا. بداية، كيف ستساعد حزمة التسهيلات الضريبية في تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؟ طبعا بشكر عليكي وعلى كل المتابعين ليكم. النهاردة يمكن السيد وزير المالية في مؤتمر صحفي يعني يمكن رسخ عند يعني اعاد الثقه ورسخ الثقه المبنيه على الشراكه واليقين والمسانده، ويمكن ده بيؤكد على ان في محورين مهمين جدا اتكلم عليهم النهارده بمنتهى التفصيل، اللي بيهم يقدر يرسخ لمنظومه جديده وهي وثيقه السياسه الضريبيه الشامله. النهارده معالي الوزير تحدث في توسيع القاعده الضريبيه، وده هيتاتى من خلال محور هام جدا في التعامل مع اصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه والمتناهيه الصغر ورواد الاعمال واصحاب المهن الحره، وتحدث ايضا عن كيف يمكن يعني استحداث نظام محكم للمقاصه المركزيه حتى يستطيع ان يعيد للمستثمر الكبير كل ما له وما عليه في التعامل الحكومي. ايضا تحدث عن اجراءات وسرعه اجراءات رد ضريبه القيمه المضافه للبضائع المصدره، وتحدث عن منظومه تتعلق بالاقرارات الضريبيه وكيف يمكن تبسيط اجراءات الاقرارات الضريبيه وكيف يمكن اعاده تصحيح بعض الاقرارات الضريبيه للاعوام السابقه، وايضا كيف يمكن ان يتعامل الممول ويتعامل رجل الاعمال على اساس الشراكه وعلى اساس الثقه المبنيه ما بين طرفين، وده يمكن كان مطلوب لمجتمع المال والاعمال في العشر سنوات اللي مضت. كان هناك حاله من يعني المشاكل المتراكمه في المعالجه الضريبيه، يمكن كان تحقيق العداله الضريبيه وتوسيع القاعده الضريبيه وتشجيع المستثمر الصغير حتى يدخل ويتحول الى مستثمر كبير كشريك ويدخل لدوائر التصدير ده شيء مهم جدا. ايضا وجود المستشار الضريبي ومراكز الدعم الضريبي اللي بتوفر المعلومه الجيده والمحاسبه الجيده الضريبيه يمكن تساعد في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر وتؤكد على وجود منظومه ضريبيه ثابته. الحديث ايضا عن عمليه التدريب والاهتمام بالعنصر البشري في المنظومه الضريبيه وكيف يمكن رفع الكفاءه والتقييم لجودة الخدمة الضريبية المقدمة وكيف يمكن توحيد طرق الفحص وعدم اعتمادها على العنصر البشري في التقديرات الشخصية في الفحص. كل دي كانت فجوات وكانت يعني موضوعات بيشوبها العوار في المعالجة الضريبية أو في استحداث المنظومة الضريبية. المنظومة الضريبية في مصر ربما مرت يعني في قبل 2008 بنوع من المعالجات في فترة الدكتور يوسف بطرس غالي. الآن أيضا سوف يتم تطوير هذه المعالجات بشكل أفضل لتكون مصر من أفضل الدول الموجود بها منظومة ضريبية. حتى الحديث عن عدد الأوعية الضريبية للمشروعات الصغيرة والاستغناء عن أوعية كثيرة ضريبية مثل ضريبة توزيع الأرباح وبعض الضرائب التي كانت تكبل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى فكرة بالمناسبة 97-98% من المشروعات في مصر هي مشروعات صغيرة ومتوسطة. أعتقد أن اليوم شهد مرحلة أولى مبنية على أيديولوجية جديدة محكومة بميكنة وحوكمة وعلاقة جديدة ترسخ فيها الضرائب أنها جهة إرادية تقدم الخدمة للممول حتى تستطيع أن تزيد الحصيلة والإيراد الضريبي بعيدا عن الشق الذي كان يطلق عليه المفهوم الخاطئ للجبايات، لكن ليست جباية وإنما إيراد يمكن به تحسين عجز الموازنة وتقديم خدمات لكافة أنواع المجتمع وتحقيق العدالة الضريبية. في حديثك يا فندم ركزت على فكرة الثقة بين المستثمرين أو الاستثمار بشكل عام أيا كان نوعه، وأيضا بينهم وبين الدولة. إلى أي مدى هذه الحزمة الجديدة، إلى أي مدى هذه المنظومة الجديدة بهذه الأيديولوجية التي تبعناها اليوم ستعزز من عامل الثقة؟ يعني يمكن النهارده المحلل والراصد المشهد نجد ان السيد وزير الماليه تحدث من واقع خبره خمس سنوات في وزاره الماليه، فوجدنا بغير يعني من شكل الدقيق البسيط انه يتفهم طبيعه هذه المشكلات، وتحدث ايضا عن تحديد 15 بليون جنيه ما لا يتجاوزهم يمكن ان يكون هناك منظومه بسيطه. الحديث عن يعني الدخول بعمق اليوم في حوار وعن هذه المشكلات الكاملة والكامنة تؤكد أن هناك الثقة، لأنه
يعني من الواضح انه متفهم جدا جدا لطبيعه الشراكه وطبيعه النتائج وطبيعه ما يعود من هذه النتائج، سواء على مجتمع المال والاعمال الذي يحمل 23 مليون موظف، وبالتالي تدور دائره الاقتصاديه بوجود ارتياح في سوق العمل، وايضا عندما يتحدث ايضا عن دعم المشروعات الصغيره حتى يقلل عدد الغير خاضعين ويتم توسيع القاعده الضريبيه اللي بها يوسع قاعده المستثمرين ويوسع قاعده المستثمرين، وبالتالي تعود حركه الانتاج. عندما يتحدث اليوم عن سرعه رد القيمه المضافه باليه سهله وميسره، سرعه رد الاعباء والمسانده التصديريه، اذا هو يعلم تماما اهميه عدم كسر دوره راس المال واهميه مصداقيه كلماته اليوم التي سوف يعني يمكن ان ترسخ الثقه، الثقه موجوده لكن كانت تحتاج الى من يرعاها ومن يتحدث عنها بمصداقيه وشفافيه. يتبقى التطبيق، وهو تحدث اليوم في حواره الصحفي ورد مباشره ونحن كمجتمع مروه اعمال نرصد هذا الرد، هو تحدث على التطبيق. صحيح، اشكرك شكرا جزيلا الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعيه رجال الاعمال المصريين الافارقه مستشار الاقتصاد الدولي.